السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد الذي سنتناول فيه أو سنكمل فيه لي غوسورس بيداغوجيك ديال المقاربة بالكفايات. وهضرنا على بيداغوجيا حل المشكلات، هضرنا على بيداغوجيا التعاقد، البيداغوجيا الفريقية، بيداغوجيا المشروع، والآن سنتطرق إلى بيداغوجيا الخطأ. يعني الخطأ يعتبر واحد الاستراتيجية للتعلم. الخطأ ما كان بينيوش عليه التلميذ، ما كان نضربوش التلميذ اللي خطأ مثلا، لكن الخطأ كان نستعملوه كاستراتيجية من أجل بناء التعلمات في العملية التعليمية التعلمية. هي هذه البيداغوجيا الخطأ تصور ممنهج لعملية التعليم والتعلم، يقوم على اعتبار الخطأ استراتيجية للتعلم والتعليم. فهو استراتيجية للتعليم لأن الوضعيات الديداكتيكية تعد وتنظم في ضوء المسار الذي يقطعه المتعلم لاكتساب المعرفة أو بنائها من خلال بحثه، وما يمكن أن يتخلل هذا البحث من أخطاء. وهو استراتيجية للتعلم لأنه يعتبر الخطأ أمرا طبيعيا وإيجابيا، يترجم سعي المتعلم للوصول إلى المعرفة، ويتجلى البعد السيكولوجي للبيداغوجيا الخطأ في اعتبارها ترجمة التمثلات التي تنظم بواسطتها الذات تجربتها في علاقة مع النمو المعرفي للمتعلم. هنا نجد الفكرة اللي نقدر نستشفوها من هذا التقديم، هذا هو أن الخطأ يعتبر استراتيجية للتعلم. كنعتمدوا على الخطأ باش نبنيو المعرفة. التلميذ منين كيخطأ راه كان الأستاذ خصو ديتيكتي فين عنده المشكل، هنايا كنعرفوا فين كاين المشاكل ديال المتعلمين، ومن انطلاقا من ديك المشاكل كنبروبوزيو دي ريميدياسيون، يعني كنبروبوزيو واحد المجموعه من التمارين، مجموعه من الدعم مثلا باش ندعموا الاخطاء ديال التلاميذ وفين عندهم التعثرات. الخطا الذي يتم فهمه يكون مجديا ومصدرا للارتقاء، وفهم الخطا يعني معرفه مصدره وتحليله بما يضمن استغلاله بشكل ايجابي في تعلمات لاحقه، فهو نقطه انطلاق التعلم. يعني هنايا كنعتبروا الخطا هو نقطه انطلاق التعلم، وان التلميذ عنده الحق يخطا، عنده حق مشروع ديال التلميذ انه يخطا. هنايا ملي كنعرفوا التلميذ راه خطا، هنايا اصلا التلميذ راه كيدير واحد المجهود انه يتعلم، فهو ليس شيئا مذموما بل ايجابيا ومفيدا. يعني الخطا شيء ايجابي، انه مرحله اساسيه من مراحل بناء المعرفه. يعني خصنا نخطئوا باش المره الجايه ما نعاودوش نخطئوا، نديرو في نفس المشكل. لهذا ينبغي الا نجعل المتعلم يشعر باي ذنب وهو يخطئ. يعني هنايا ما خصناش نشعروا المتعلم انه دار شي حاجه ماشي هي هذيك لانه خطا، فهذا من شأنه أن يسهل ذكره لأخطائه وكشفها بدل إخفائها ولجوئه إلى الغش. إن الخطأ جزء من استراتيجية التعلم وفرصة لفحص ما يقع من اختلالات على مستوى التفكير والتحكم في العمليات الذهنية، ومن ثم تقديم العلاج الناجية. هنا كما قلت لكم أن الخطأ كنفحصوا به مدى تمكن المتعلم مثلا من الدرس أو من المعلومات وما إلى ذلك. وهنا ملي كنشوفوا التلميذ خطا كنقدروا نبروبوزيو عليه واحد العلاج اللي هو ناجع ويقدر يحول دون يعني تكرر هذه الاخطاء في المستقبل. وتتاسس هذه البيداغوجيا على ثلاث ابعاد اساسيه. كاين البعد الابستيمولوجي، وهو بعد يرتبط بالمعرفه في حد ذاتها، بحيث يمكن للمتعلمات والمتعلمين ان يعيدوا ارتكاب الاخطاء نفسها التي ارتكبتها البشريه في تاريخ تطورها العلمي. وهناك البعد السيكولوجي، يتجلى في اعتبار الخطا ترجمه للتمثلات التي راكمتها الذات ذات المتعلم من خلال تجاربها، وتكون ذات علاقه بالنمو المعرفي للمتعلم. يعني بطبيعه الحال فهاد البعد السيكولوجي، يعني المتعلم كيكون عنده مجموعه من التمثلات كيترجمها لنا على شكل كما قلت لكم على شكل هاد الاخطاء هادو، باش وهاد الاخطاء هادو كتحول دون ان المتعلم يكررهم في المستقبل. وهناك البعد البيداغوجي، ويرتبط بالاخطاء الناجمه عن عدم ملائمه الطرائق البيداغوجيه لحاجات المتعلمات والمتعلمين، ويمكن معالجته باتاحه الفرصه للمتعلمات والمتعلمين لاكتشاف اخطائهم وحاوله تصحيحها بانفسهم. تاخذ الاخطاء
التي يقع فيها المتعلمين والمتعلمات أثناء سيرورة تعلمهم عدة أنواع. يعتبر استيعابها بالنسبة للمتعلم أو للمدرس ذا أهمية قصوى في تغيير رؤيته للخطأ ولطريقة التعامل معه، خصوصا في الإعداد للأنشطة الداعمة. ومن بين هذه الأنواع يعني غادي نذكر مجموعة من الأخطاء. هنا الأستاذ كما قلت لكم، الأستاذ كيعتبر خصو يعتبر الخطأ شيء اللي هو عادي، شيء اللي مهم جدا باش يقدر تكون عندنا واحد شي حاجه سميتها العمليه التعليميه التعلميه، ويكون عندنا واحد التعلم اللي هو ناجح. حنايا التلميذ خصو يخطا باش انايا كاستاذ نعرف فين عنده مكامن الخطا، ونقدر نبروبوزي عليه مجموعه من الدروس ومجموعه من التمارين باش نحيد داك المشاكل اللي عنده، الاخطاء اللي كيرتكبها. الاخطاء المرتبطه بالمتعلم وهي نوعان، كاين الاخطاء المنتظمه وهي لي زيرور سيستيماتيك، تكون من النوع نفسه او من أنواع مختلفة وتتخذ صفة التكرار وتؤشر على صعوبة في التعلم مرتبطة غالبا بوجود عوائق أو بعدم امتلاك قدرات وكفايات معينة، وهذا النوع هو الذي يجب أن نركز عليه في مرحلة الدعم. هنا بطبيعة الحال أخطاء منتظمة، مثلا درس واحد كيكون فيه ثلاثة تاع التلميذ كيرتكب فيه أربعة الأخطاء ولا خمسة الأخطاء، هنا كتكون سيستيماتيك منتظمة، وهذا النوع هو اللي خصنا نركزوا عليه في مرحلة الدعم. يعني ملي نكونوا كندعموا نقدروا نرجعوا نبروبوزيو على التلاميذ ديالنا الدرس من الأول، ولا نشرحوا داك المكامن ديال الصعوبة اللي لقاوها التلاميذ ديالنا. هناك الأخطاء العشوائية لي زيغور الياتوار، تكون غير منتظمة، ترتكب غالبا بسبب سهو أو عدم انتباه أو عدم تذكر. باء الأخطاء المرتبطة بجماعة القسم وهي نوعان بطبيعة الحال. هناك الخطأ المنعزل لي زيغور ايزولي، وهو الخطأ الذي يرتكب بشكل انفرادي، أي أن التعلمات المتعلمين والمتعلمات بعد خضوعهم لسلسلة من التعلمات الموحدة والتقويم التكويني يتبين أن كل واحد منهم يعاني من صعوبات خاصة لا يشارك فيها مع باقي أفراد المجموعة، وهذا النوع من الأخطاء يخضع للدعم الفردي في إطار البيداغوجيا الفريقية. يعني طبيعة الحال يكون خطأ اللي هو منعزل، الخطأ اللي هو بوحده، هناك الخطأ ديال الجماعة، يعني يكون خطأ جماعي طبيعة الحال كيسهل للأستاذ أنه يبروبوزي واحد الغوميدياسيون وحدة باش يسيبلي التلاميذ كاملين. لكن ملي كيكون خطأ منعزل خص الأستاذ يعطي لكل واحد واحد النسبة ديال الوقت باش يشرح له داك الخطأ اللي عنده باش ميبقاش عنده. الخطأ المعبر أو الدال ايغور سينيفيكاتيف، هذا النوع يمس فئة كبيرة من المتعلمين والمتعلمات أو جميعهم، ويحيل على عملية التعليم مباشرة ويؤشر إلى خلل فيها ويتطلب إعادة النظر في الإجراءات التعليمية المتبعة. جيم الأخطاء المرتبطة بالمهمة أي إيغور غابورتي على تاش، ترتكب هذه الأخطاء في الغالب بسبب سوء فهم ما هو مطلوب إنجازه، وهو يحيل أيضا إلى إعادة النظر في الأسلوب المتبع في التدريس. طبعا الحال خص الأستاذ يكثر من الاساليب ديال التدريس، يقدر يستعمل دائما بيداغوجيات مثلا بيداغوجيا الفريقيه باش يراعي الفروقات بين التلاميذ، ويعتبر الخطا هو واحد لا واحد 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 استراتيجيه للتعلم، هو واحد لو سوباسمون ديال التعلم، هو واحد الارض خصبه فين يقدر الاستاذ يعلم التلميذ، لان الحاجه اللي كيجهلها التلميذ طبيعة الحال خصو يعرفها، ومنين كيخطأ فيها هذا دال على أنه كونفرونتا لي ديفي، أي أنه واجه الصعاب ولقى واحد المشكل. هنا الأستاذ خصو يكون في, 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 في المستوى ويبروبوزي عليه واحد الغوميدياسيون ولا واحد الدعم مناسب باش ميبقاش عندهم هاد الأخطاء. نتمنى هاد الحلقة تكون فادتكم، إذا عندكم دي كومونتير يعني دي كيستيون خليهم لي في لي كومونتير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.